ايه رايك في الظاهره اللي انتشرت مؤخرا بتاعت ان الولاد بتتقدم للبنات قدام المدارس والجامعات وهم صغيرين؟ سامع ايه رايك انت؟ ايه رايك الاول؟ انا رايي ده هبل. لا يمكن ده اسلوب يكون. ايه الطريقه السليمه اللي تبنى على اساسها اسره سليمه؟ لا ده حقيقي بجد، انا ما اعرفش. طبعا اكيد طبعا حاجه ما ينفعش خالص، دي مساله مبدا واخلاق. محن، هو واحد عمل لقطه في مره فالباقي حبها وفي الاخر بتيجي على دماغ البنت. وانت بتكلم مين؟ بكلم خطيبتي. اتقدمت لها كده ولا كان الموضوع جه رسمي؟ لا هو موضوع يعني حب الاول، بعد كده ابتدينا اللي احنا نروح نقرا فاتحه، بعد كده نتخطب. والله هو خطا لكن طريقه حلوه. طب انت عمرك لو حبيت حد ممكن تتقدم لها كده؟ لا طبعا لا، يعني في اصول، الباب من بابه. لا مش هروح لها قدام مدرسه يعني، ممكن في الشغل. الحاجات دي بتبقى ليها قواعد واصول، ما ينفعش ان هي شفت واحده في الشارع اقول لها انا عايز اتجوزك. لا طبعا. امال انت تقدمت لها ازاي؟ ايوه تقدمت لها من ابوها. طب انت كبنت نفسك ان في ولد يتقدم لك كده ولا الموضوع لو حد بيحبك مش عايزاه يعمل؟ لا لو حد بيحبني هيبقى ابسط منه، وجاء قال لي انا بحبك خلاص كفايه، مش لازم يعمل لي يعني ان هو يجي لي قدام الناس ويعمل لي شويه الحركات دول عشان يقول لي يثبت ان هو بيحبني. يعني مش حابه فكره ان يبقى في انتشار، يعني في حاجه بيني وبينك ما يبقاش ليها انتشار او الناس كلها لازم تعرفها. يعني